This project has started after the liberation of our city, which is Manbej. Mm-hmm. We began to do many activities, mm-hmm. civil activities. Mm-hmm. We were a group of 10 persons. Mm-hmm. Some of them are still inside Syria, and some of them now out of Syria. We worked a lot, and we make an effort to achieve this message, which is the civil activity or the civil revolution. And as a result, it was very useful to do activities like this, especially in a city which is suffering from extremists facing the military groups. And we are still working, but without any support, or without any help. We are doing these objects alone. طبعا نحن اشتغلنا على هذا المشروع المشاريع هاي هي مشاريع حيوية جدا خصوصا انه نحن في مرحلة تتميز بالتطرف يعني سواء كان تطرف ديني او تطرف عسكري وايضا هي كانت نوع من تحقيق العدالة الانتقالية وخصوصا نحن عم نعيش بحرب بين عدة طوائف او بين عدة مفاهيم عدة اثنيات فحبينا نعمل شيء يعني مدني له علاقة بالعدالة الانتقالية ركزنا على تخليد ذكرى الشهداء تخليد ذكرى المباني المعالم الأثرية الأشخاص اللي كان لهم أثر كبير بالثورة السورية وطبعا عملنا على موضوع إخراج الأطفال من جو الحرب طبعا الأطفال هم الشريحة الأكثر استهداف في هاي الفترة عملنا عدة مهرجانات عملنا معارض فنية لوحات زيتية رسمنا جرافيتي على الجدران طبعا صار اكثر من سنه عم نشتغل على هاي المواضيع بامكانيات محدوده كثير وبجهد كبير يعني ونحن طبعا هلا كشباب ناشطين عم نواجه كثير ضغوطات سواء من قبل النظام او من قبل مجموعات مسلحه فحاليا نحن حاسين انه لازم يكون في دعم اكبر وتسليط الضوء على الجانب المدني للثوره السوريه وخصوصا في موضوع العداله الانتقاليه وتخليد الذكرى. Okay. شكرا.